بالتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المختص في السياسة الخارجية الإيرانية الأستاذ جواد كاظم الحيدري. أهلا بكم أستاذ جواد إلى استوديو رافدين. الحرس الثوري الإيراني اليوم اعترف بأنه أسس قوة له في العراق بذريعة مواجهة أمريكا. ما هو موقف الحكومة العراقية وهي تقول بأنها ذات سيادة واستقلالية عن دول خارجية؟ تحية طيبة معطرة لكم ولمشاهديكم الكرام. حياكم الله. كما هو معلوم أن الدولة الإيرانية قائمة على فكرة تصدير الثورة ودعم المظلومين في العالم بين مزدوجين، أي دعم وإنشاء الميليشيات الطائفية العابرة للحدود الوطنية في العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا الدول العربية. وكما نعلم كان العراق في عهد النظام الوطني حتى عام 2003 يمثل القوة الوازنة والتهديد الاستراتيجي للدولة الإيرانية ومصدا قويا أمام تدخلاتها وتطبيق سياساتها الخارجية. نعم. أما للأسف بعد احتلال العراق وإطلاق يد إيران لشعبة وتبث الفوضى والطائفية والمشاكل في العراق لتجعلها تعاني من أزمة تغلغل وأزمة سيادة وأزمة هوية وطائفية، استطاع نظام ولاية السفيه عبر الممثل الخاص ورئيس الجناح الخارجي للحرس الثوري قاسم سليماني رئيس فيلق القدس أن يملي سياسات وأهداف السياسة الخارجية الإيرانية على صناع القرار العراقيين القائمين على العملية السياسية الحالية. نعم، هناك حزب حالياً. نعم تفضل. نعم، حاليا يحاول بعض الساسة الوطنيين العراقيين أن يميزوا ويستقلوا بسياساتهم عن الدولة الإيرانية نتيجة الضغوط الأمريكية في عهد إدارة الرئيس أوباما والقوى العربية في المنطقة المتمثلة حاليا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية أن تنأى بنفسها عن سياسات إيران، لكن لا تزال القبضة الإيرانية قوية جدا في العراق وهي من تملي سياساتها. نعم، هناك حزمة عقوبة أمريكية جديدة على إيران في شهر تشرين الثاني المقبل، يعني كيف ترى أثر العقوبات الأمريكية الحالية على إيران وكيف سيكون الوضع بعد العقوبات المنتظرة؟ صرحت يوم أمس جريدة إيكونوميست البريطانية أن أكبر خطر يتهدد إيران هي السياسات الواقعية البراغماتية لإدارة الرئيس ترامب المتمثلة بفرض عقوبات اقتصادية وجزاءات نووية على إيران وتشديد الخناق عليها. والمشكلة الثانية تتمثل بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاكل الشعوب غير الفارسية في الداخل الإيراني، لا سيما مشكلة الشعب العربي الأحوازي الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإيراني. فتتخوف إيران من هذين العاملين اللذان إن استمرا ودعما بشكل مؤثر سوف يؤديان إلى تفكيك الدولة الإيرانية. نلاحظ أن الاقتصاد الإيراني مستنزف والهيمنة الإيرانية في المنطقة آيلة إلى الانكماش نتيجة هذا الاستنزاف والقتل في اليمن والخليج العربي والعراق العظيم وسوريا ولبنان ودول أخرى. اليوم المعلومات الجديدة عن النظام المصرفي الإيراني تقول أن الدولار الواحد الأمريكي الواحد بات يساوي أكثر من 200,000 ريال إيراني،
هذه الضغوط الاقتصادية وصلت الآن حتى للدائرة الضيقة المؤيدة للنظام الإيراني، أي في عوائد الحرس الثوري والأجهزة الأمنية والشرطية. وإيران شيئا فشيئا تفقد حاضنتها المؤيدة في الداخل، وهي كما نعلم كانت وما زالت بعد نهاية الحرب ضد العراق وهزيمتها التكرار تعتمد على الميليشيات وأذرعها الأجنبية لتنفيذ سياسات. نعم أستاذ جواد، صحيفة ذهل الأمريكية في تقرير لها طلبت أن تشمل العقوبات على إيران أن تشمل أيضا الوكلاء الإيرانيين في العراق، إلى أي مدى يمكن أن تمتد هذه العقوبات في إلى بغداد، لا سيما بأن العبادي رفض العقوبات الأمريكية على إيران؟ إذا أرادت الولايات المتحدة بحق وقف السلوك العدواني لإيران كما قال مايك بومبيو وزير الخارجية، أو تغيير سلوكياتها كما قال جون بولتون مستشار الأمن القومي، عليها أولا أن تدعم وتتعاون وتعترف بحقوق الشعوب غير الفارسية القاطنة في جغرافية ما تسمى إيران. هذا أولا. ومن ناحية ثانية عليها أن تبدأ المواجهة وتضييق الخناق على وكلائها وميليشياتها وتحديدا في العراق. ونرى مؤشرات ثانية حيث بدأت العقوبات على حزب الله اللبناني، وضع جناحه العسكري في قائمة الإرهاب القائمة السوداء الأمريكية، والآن المساعي التجارية لجعل الجناح السياسي أيضا ضمن العقوبات، وباعتقادي سوف تلحق الميليشيات الموالية لإيران في العراق هذه القائمة يضيق عليها الخناق. الأستاذ جواد كاظم الحيدري المختص في السياسة الخارجية الإيرانية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.